أما هلأ مشاهدينا، مع الصحة ومشكلة شائعة خلال فصل الشتاء وهي مشكلة جفاف العين، المشكلة التي تحدث نتيجة عدم وجود كمية كافية من الدمع لمنح العين ما يلزم من الرطوبة. نتعرف أكثر على الأعراض والأسباب والوقاية، نصائح كثيرة مع ضيفنا الدكتور جهاد نويلاتي، أخصائي أمراض العين وجراحته. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم، سنة جديدة، سنة خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب علينا أهلا كلنا. وسهلا فيكم، صباح يسعد الخير. صباحك سعد دكتور، أهلا صباحك، وسهلا أهلا فيك. وسهلا، أهلا وسهلا يعني فيك. بداية حكينا هيك معلومة بسيطة بالمقدمة عن جفاف العين، خلينا نحكي بشكل أوسع أكثر، نعرف المشاهدين شو هو جفاف العين وسببه. هلا اول شيء خليني نحكي، يعني بدنا نحكي على العين الجافه او متلازمه العين الجافه، لان كلها مصطلحات التهاب القرنيه والملتحمه الجاف. هلا خليني انا افوت بالاعراض بالشكاوى حتى نقدر نبسطها للمشاهدين. هلا انا بيجيني مريض على العياده بيقول لي في عندي احس تقل بالعين، ما عم بقدر فتح عيوني، عندي انزعاج من الضوء القوي، احيانا بحس بحرقه بدي اغمض عيوني لارتاح، احيانا احمرار، احيانا بتوصل لمرحله مفرزات مخاطية خفيفة على حافة الأجفان. هاي الأعراض كلياتها أنا أول ما بيحاول المريض يذكر لي إياها بتجه نحو العرض الأشيع، شيء هو متلازمة العين الجافة للدراي آي. ليش هلأ مثلا هو من أكثر الحالات السريرية اللي بنشوفها؟ بصراحة هو نمط الحياة وظروف التكييف والقعدة على التابات والشاشات، كلياته هدول بترافق مع أعراض العين الجافة. هلأ بدنا أول شيء ما بدنا نخوف في العالم، العين الجافه هو اعراض ازعاج اكثر ما انه هي حاله سريريه خطيره. طبعا في حالات نادره بتوصل لحالات خطيره، بس ما هذا الشيء الشائع. هلا حتى نقدر نشرحها، هلا العين مثل بدها دائما ترطيب، ففي عندي انا اول شيء الغده الدمعيه بتفرز كميه من الدمع بتغطي سطح القرنيه، وبعدين بتتجمع بالبحيره الدمعيه وبتنزل باتجاه مجرى الدمع باتجاه الانف. هلا هون في عندي انا جفاف العين، ممكن تكون في عندي نقص بإفراز الغدة الدمعية، أو شغلة تانية أو زيادة بالتبخر من الطبقة الدمعية. الطبقة الدمعية اللي على سطح العين مقسمة لثلاث طبقات، في عندي طبقة مائية كبيرة بالنص، وقدامها على السطح الخارجي في طبقة مواد دسمة، وعلى سطح القرنية مواد مخاطية. أي اضطراب بعمل هالطبقات الثلاثة ممكن يؤدي لجفاف. هلأ كمان هلأ حكينا على الإفراز وحكينا على الطرح بالنسبة شو اسمه الدمع اللي بتفرزه العين. طيب. هلأ أهم شيء بالنسبة لنا انه يكون في عندي دائما حركة رفيف الأجفان، هي اللي بدها تنشر الدمع على سطح القرنية. لأي خلل بهي الآلية تمام ممكن يؤدي إلى أعراض العين الجافة. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور جهاد، المرحلة اللي بنوصل إلى جفاف العين، الأسباب الأساسية لجفاف العين شو هي؟ يعني احنا حكينا عن الأعراض، بس أنا لا وصل لهي المرحلة، شو هي الأسباب الأساسية اللي بتؤدي إلى؟ مثل ما قلت لك، أنا في عندي غدة دمعية أساسية بتفرز دمع بترطب سطح القرنية. فآليات الجفاف او اسباب حتى اذا كان الجفاف، نقص الدمع السبب تمام. شو اسباب هلا ممكن يكون في نقص بافراز الدمع، ممكن في عندي انا زياده بالتخريش او زياده بالعوامل الخارجيه اللي تبخر الدمع من سطح العين. هلا نقص الافراز هو حالات بصراحه هي نادره. نقص الافراز هلا اكيد افراز الغده الدمعيه بخف مع العمر، في عندي اشياء شيء انه بتلاقي هو بعد التقدم سن ال50 يختلف، صحيح؟ ممكن يعني بعد ال50 الغده الدمعيه بيكون افرازها من الدمع اقل من قبل، او العكس بتشوف العالم بتدمع زياده بهيدا العمر، لانه في عندك مشكله لا هلا الدمع وقت له اسباب تانية ممكن انسداد بمجرى الدمع، فهداك شيء تاني انه العين الدامعه، يعني العين اللي بتدمع على طول. بس عم اقول هي الاعراض بعد ال50 بتلاقيها اكثر، يعني تمام. هلا المشاكل الصحيه بشكل عام، اي الخلل المرتبط بالعمر ممكن يكون نقص بالافراز الغده الدمعيه، ممكن انسداد مجرى الدمع، حتى نشوف دائما العين مدمعه، في عندي انا هداك موضوع تاني انه نبحث انه الانسداد بمجرى الدمع ممكن يؤدي الى دائما عين بتدمع، ممكن التهابات وخراجات. هلا هو الاثنين مزعجين واثنين لهم اعراض عند المرضى، بس طبعا بتختلف. بس الشيء الشائع عنا ببلادنا او بالاحرى بالعالم كله نتيجه نمط الحياه اللي عايشينه هي اعراض العين الجافه. السبب الرئيسي هو بصراحه مو نقص افراز الغده الدمعيه، لانه ممكن نشوفه حتى عند الاطفال، مو نقص افراز ابدا، وانما جو الهواء المكيفات ممكن يعمل زياده بالتبخر كمان ورا الشاشات لفترات طويله. هذا اللي بدي احاول ركز عليه اليوم. الحقيقه هو القعده الطويله على
التابات او الشاشات المضيئه بشكل عام او التاكيد بشكل يعني على اي شيء ممكن هو يسبب اعراض العين الجافه باليه بسيطه، هي انه وقت بنقعد على تابات او حتى عم بتفرج انا عم خفف الحركه البلينكينج حركه رفيف تماما رح تركز اكثر بالشيء رفيف الاجفان هو اللي بيحاول ينشر الدمع على سطح العين. لانه وقت باكد كثير لفتره طويله مع ظروف تكييف سيئه مثلا اكيد رح اعاني من اعراض الجفاف. فهو مو نقص بالافراز ابدا، وانما هو انه انتشار سطح الدمع على سطح القرنيه ما عم بيكون سيء لسبب انه انا مالي عم حاول انه ريح القرنيه بحركات الرفيف العفويه اللي بتصير وقت بدقق فتره طويله. طيب دكتور، يعني هذا الشيء صار موجود كثير حاليا مو بس بسبب ظروف العمل، الاشخاص اللي بيضطروا يقعدوا لفترات طويله خلف الشاشات، ايضا الناس بشكل عام صارت لا شعوريا تقعد على الموبايل فتره طويله هو او حتى بالليل الحياة. مثلا بتكون الغرفه معتمه وهن على الموبايل، فهذا الشيء بيؤدي على ضوء مباشر والمحيط بيكون عندي عتم. وصرنا نشوف شائع حاليا بيروح الشخص بيجيب قطره من الصيدليه اللي هي قطره دمعيه وبياخذها لوحده لفترات طويله، هل هذا الشيء له اثار سلبيه؟ لا ابدا، يعني هلا انا يعني طبيعي عادي. اذا خلينا نحكي على اسلوب العلاج، نحن حكينا اول شيء بالاعراض، شخصنا المرض وهلا خلينا نحكي طرق العلاج. هلا هي الاعراض اللي ذكرناها هي متلازمه العين الجافه اللي هي شائعه كثير، ما لها سبب خطير، مو نقص افراز الغده الدمعيه، فانا بدي ساعد المريض ليتخلص من الاعراض المزعجه بزياده ترطيب العين. هلا ترطيب العين بالقطرات والكريمات والجل هو عباره عن قطرات مرطبه لسطح القرنيه. تماما. هلا في عندي قطرات انا بقدر استعملها بتكرار عالي ما في مشكله، ممكن مره او مرتين او ثلاثه او اربع خمس مرات. بقدر اعطي للمريض انه انا بقدر استعملها لحالي من دون استشاره طبيه. طبعا القطرات المرطبه بس طبعا اذا ما ارتحت او اعراض ازعاج ترافقت مع القطره اكيد بده زياره طبيب. هلا في عندنا كمان نوع من القطرات، هلا نحن العلاج هو ترطيب العين، ممكن تكون في قطرات في عندي وفي نوع من القطرات هي خاليه من المواد الحافظه. هلا هدول القطرات خاليه من المواد الحافظه هي لسه استعمالها امن اكثر، لانه ممكن احيانا صحيح القطره بتعطيني ترطيب لسطح القرنيه بس في مواد حافظه بتكون يعني مركبه مع القطره ممكن تعمل لي شويه تحسسات او التهابات بالقرنيه بسيطه. طبعا نحن عم نحكي على موضوع بسيط ما له خطير، وبينما القطرات اللي خاليه من المواد الحافظه اكيد رح تريح العين اكثر. هلا بالحالات الشديده اللي ما بتكفي، ممكن المريض يستعمل قطره مرطبه بس ما كفته، هلا بالاستشاره الطبيب ممكن يلجا الطبيب بهالحاله لاعطائه ترطيب اكثر. في عندي جيل مرطب لسطح القرنيه، ممكن في عندي كريمات مرطبه لسطح القرنيه ممكن يساعدها بالتهابات، يعني ممكن احيانا جفاف يوصل لمرحله يترافق مع التهابات مخاطيه، يعني مفرزات قاسيه بده مواد حاله للمفرزات المخاطيه. بس هذا طبعا مو العرض الشائع، العرض الشائع هو الجفاف العادي البسيط يلي ممكن بقطرة مرطبة أنا بقدر أسمح لمرضاي كلهم أنهم يستعملوها بشكل فردي، يعني بدون استشارة الطبيب، بس بشرط أنه إذا ما لقى تحسن أو لقى تأثيرات جانبية على الأطرات أكيد بدنا استشارة والعين الطبيب. والعين حساسة بالمجمل، يجب أكيد طريقة أكيد تعامل صحية سليمة نتعامل معها. خلينا دكتور نحكي جفاف العين يختلف عن الصغار عن الكبار، ولا هي الأسباب نفسها أو المشاكل نفسها كمان؟ مثل ما حكينا هلأ في عندي هي المرتبطة بنمط الحياة، في عندي طبعا عند الكبار لانه كثير بنشوف عند حديثي الولاده بيكون في مشاكل بالعيون بالاطفال. عند حديثي الولاده هو الاشيع الشائع كثير انسداد مجرى الدمع، فبتلاقي الطفل من وقت ما ولد في مفرزات على بزاويه العين، في دمع على طول، هون بيكون في عندي انسداد باخر القناه الانفيه الدمعيه بهاسنر فالف، يعني شائعه كثير، نسبتها شائعه. هلا شو سببها؟ سببها انه القناه الانفيه الدمعيه بنهايتها عند الانف في غشاء، هلا الوقت المفروض يكون مفتوح كله، احيانا بيبقى هذا الغشاء البسيط عن بعض الاطفال فتره مؤقته، فبيخلي انه الدمع يتراكم بمجرى الدمع يوصل للعين، والركوده اللي بتصير دائما بنتعرض لالتهابات. هلا هون هذا علاجه بقطرات التهاب بسيطه، والاهم شيء المساج، لانه انا وقت بعمل مساج لمجرى الدمع بعمل ضغط ايجابي باتجاه مجرى الدمع ممكن الغشاء المسكر باخر المجرى انه يفتح، نعطيه فرصه للمريض بحدود ليصير عمره 6-7 شهور، اذا ما فتح ممكن عمليه بسيطه هي سبر مجرى الدمع. هذا عرض ثاني. برجع لسؤالك،
هو الفرق بين أعراض العين الجافة عند الكبار وعند الصغار. هلا عند الكبار في أمراض يعني في أمراض ممكن تصيب الغدة الدمعية بحد ذاتها، الغدة الدمعية المسؤولة عن أكثر من 95% من إفراز الدمع، ممكن تصيب أمراض تسبب نقص إفراز الغدة الدمعية. هلا أمراض مناعة ذاتية، داء جوغرين، في سلسلة أمراض ممكن توصل لها. هلا هدول بالحقيقة هدول حالات بيجيني جفاف عنيف جدا، ممكن أنا ألجأ لعلاجه، لا الأطراف بتكفي ولا المراهم بتكفي، وهي الحالات اللي ممكن توصل لحالات خطيرة، ممكن أنا أعمل عمليات جراحية لهالأمور لأنه الأطراف ما بتكون عم تكفي، لأنه الغدة الدمعية أبدا ما عادت أفرزت، فممكن القرنية توصل لمرحلة إنه تصير في عندي قرحات تعرضية، ممكن لا سمح الله تنسقب، وهي الحالات اللي فعلا اللي فيها تحدي، مو الحالات اللي حكينا عنها. بس كثير من الناس يمكن هي الثقافة نهمل نفسنا، يعني نحن بنروح دائما للمشاكل القاسية لأنه بفكر إنه هي مشكلة بسيطة مثلا من خلال قطرة بتنحل، لا في مشاكل مضاعفة ممكن تصير من خلالها. مثل ما حكينا إنه أي أنا استعملت قطرة مرطبة بقدر أنا استعملها لحالي، بس إذا ما تحسنت أكيد بدي راجع الطبيب، هذا الشيء أكيد. لقيت الأعراض تفاقمت، لقيت هلا أهم شيء بصراحة التشوش الرؤية، أنا هذا مشعر كثير مثلا منبه عليه مرضاي، إنه أنت مزعوج عم تحرقك عينك، عم تضايقك، عم تدمع، بس ما في تأثير بالنظر. وقت بصير في عندي أنا غباشة مستمرة. هلا الغباشة العابرة إجهاد أو مفرزات على سطح العين أوكي ما في مشكلة، بس غباشة دائما أنه أنا كان نظري بهي العين أفضل من هلا، في الصبح بلاقيها مغبشة والظهر مغبشة، معناتها في عندي مشكلة خطيرة، هي أكيد ما بتنحل بقطرة مرطبة. هون هي الثقافة لازم تنتشر أنه هذا العرض عرض خطير، أنا فورا بدي زيارة طبيب واستشيره وأفحص عيني ولشوف شو السبب، هو تدني القدرة البصرية. أما مجرد حرقة بسيطة أو أعراض جفاف بسيطة من دون اضطراب بالنظر ممكن أنا أسمح له بقطرة مرطبة عادية. أكيد. كمان دكتور بعض الحالات اللي بيصير فيها تداخل أوقات، يعني مثلا ممكن شخص يكون بيعاني من مشكلة بالعين وما ينتبه أنه في عرض جديد صار عم يدخل عليه، مثلا في ناس بيكون عندهم كيسة مي وما بدون يشيلوها أو عم ياخذوا مع مرهم، بعد فترة بيصير بنلاقي في كتير دمع، في كتير دمع طبعا. عم بيصير تداخل الحالات أوقات، أنا كيف بقدر ميز أنه رجعتينا على شيء ما ذكرنا نسينا نذكره بالحقيقة. هلا أنا في عندي الغدة الدمعية بتفرز إفراز أساسي بوضعية الراحة، الغدة الدمعية بتفرز الدمع بيرطب سطح القرنية، وفي عندي إفراز انعكاسي يعني زيادة إفراز الدمع بحالات طارئة للعين، مثلا جسم غريب فات على سطح القرنية، فات جسم غريب، لاقي دائما الإنسان فورا دمعت عينه لسبب إنه هون الغدة الدمعية زادت إفرازها، والتهابات التهبت العين، فالعين بتدافع عن نفسها بزيادة إفراز الدمع، لأنه مثل ما حكينا الدمع بيحتوي على مضاد جرثومي الضاد وليزوزومات معينة، فالعين بتدافع عن نفسها تمام لأي جسم غريب دخلها أو لأي التهاب بزيادة إفراز الدمع، فهذا كمان مؤشر إنه مثلا أنا عيني عم بتدمع أكثر من الثانية. هلا أعراض الجفاف عادة اللي ذكرناها إنه بيكون بالعينتين يعني مثلا تعرض لظروف معينة غالبا بالعينتين، بيكون متقاربة، مرة هي مرة هي ما في مشكلة، أما وقت بيقول لي المريض أنا عيني هي بالذات دائما عم تدمع، عيني بالذات هي دائما احمرار مفرزات، معناته في مشكلة خاصة بهي العين، هي مو شغلة عوامل خارجية، عادة العوامل الخارجية رح تأثر على العينتين سوا، أما وقت بيكون بعين واحدة معناته في مشكلة بهي العين، مشكلة. وهذا بيدفعه أكيد لفحص العين. كمان دكتور بنلاقي حالة تانية، بعض الأشخاص بفترات معينة من السنة اللي بيصيبهم أنواع الحساسية، بنلاقي عرض الدمع العين بالحساسية، يعني مرافق. إنه أنا مثلا وقت حط مثلا مكياج معين عيني بتدمع، او وقت على مثلا خارجي هون حكينا انه جسم غريب فات على العين، او مثلا شم شيء معين او ريحه طبعا. معينه عيني بتدمع لفتره محدده، هاي اليه تحسسيه اللي شائعه عاده بالربيع او بدايه الصيف لعوامل مخرشات غبار الطلع او غيرها، يعني وقت بيقلب الجو نحن عندنا بالربيع شائع التحسس، هو التهاب الانف والملتحم التحسسي، فبترافق مع سيلان مائي من الانف وتدميع واعراض تحسسيه. هلا هون يعني حكينا على شغله عكس العين الجافه، هي الدماء الزائد، فأسباب الدماع قد يكون سبب أساسي هو سبب تحسسي، فالدماع بيصير بهاي الحالات تحسسية، هو التخريش اللي حاصل على بالعين، فالغدة الدمعية بتزيد إفرازها، مثل ما قلت لك العين بتدافع دائما عن نفسها بزيادة إفراز الدمع، لأنه الدمع بيحتوي على بروتينات وخمائر هي فيها أنتي يعني مضادات جرثومية بسيطة، وهي أساسا اللي بتعمل حماية للعين. دكتور خلينا نحكي مثل ما قالت سلمى، في كتير من العوامل هي مؤثرة على العين وبتحسس العين، في كتير من الصباح
الزوايا والسيدات عم يتابعونا هلا كثير بيستخدموا العدسات اللاصقه، كمان هون قديش بتاثر على العين والعنايه بهي العدسات والنظافه، لانه العين بنعرف قديش هي حساسه وقديش فعلا يجب الاعتناء طبعا. بها وترطيبها مثل ما قلت هي مثل اي عضو واكثر حساسيه اساسا. هلا هون خليني انا ميز اولا بالنسبه للعدسات اللاصقه، هلا في فرق بين ما انا البس عدسات لاصقه بهدف احصل على نوع من المكياج تجميلي مثلا، عدسات ملونه بالمناسبات تمام، وبين ما انا عم باخذها لسبب طبي في عندي نقص معين عم بلبسها من الصبح للمساء. هلا اكيد الاستعمال الطويل للعدسات اللاصقه، استعمال الطويل اليومي اكيد رح يفوتنا مشاكل، لانه هو جسم غريب. يوميا قديش تقريبا تنصح دكتور؟ هلا في عالم من الصبح للمساء فهلا يعني بيبقى مكان عملهم او مكان شغلهم تلاقيهم خاصه في عندهم عدسات ممكن تكون شفافه او بلون ما بيهمني انا، بس هي الفكره انه عدسه عم تلامس سطح القرنيه. هلا خلينا نتفق انه القرنيه اول وسط كاسر للعين من سواد العين هي اللي عم نحط فوق العدسه اللاصقه مشان احصل على تصحيح للنظر. هلا القرنيه بشكل عام ما لها اوعيه دمويه لتتغذى، فالتغذيتها بتكون من فيلم الدمع هي اكيد. فانا وقت بحط لها عدسه لاصقه على سطح القرنيه بعد فترات طويله رح نلاقي امراض بسطح القرنيه، اهمها انه نقص بسماكه القرنيه، لانه بشكل عام القرنيه ما عاد تتروى من سطح الدمع يلي عليها. غير انه اذا فتنا مشاكل العدسات اللاصقه الثانيه انه انا عم فوت جسم غريب على عيني، بدي انتبه انه دائما يكون سطحه املس، ما في يعني العدسه ما لها مضطربه، ما لها مجروحه، ما لها عليها تصبغات، ترطيبه بشكل دائم والعناية فيها. ولازم يعني بس كم ساعه تقريبا هو بتحس انه هو الطبيعي يعني؟ انا هلا هون حسب تحمل الاشخاص ما بقدر انا اعطيك. لا للعين مش تحمل الاشخاص، انا لا حافظ قلت يعني هلا الاستعمال الطويل اكثر. الاستعمال الطويل بياثر يعني كم ساعه يوميا ممكن كمان انا هذا ضمن الامان اكون لا يتضايق من المريض. انا هيك بقول له مثلا استعمل عدسات لاصقه بس لا يعني اهم شيء انا بحب ذكر انه اي مريض عم يستعمل العدسات اللاصقه لازم يعرف انه هي عم تاذي القرنيه ولو بالحدود الدنيا. نحن اكثر شيء بنلاقيه مثلا اللي بده يعمل ليزك تصحيح نظر مثلا، العدسات اللاصقه اكيد عم بتقلل سماكه القرنيه استعمالها الطويل، ممكن تخليه ما يقدر يعمل ليزك بعدين كمان. هي نحن بنذكره فيها للمريض، استعمل عدسات اذا معتني فيها بس بدك تعرف انه عم تاذي سطح القرنيه، ممكن بعدين اذا حابب تعمل ليزك ما يصير لك لسبب بسيط. استعمال مزمن للعدسات اللاصقه ممكن يشوه سطح القرنيه ويقلل سماكتها يخليني ما فيني اسوي له ليزك. فهي معلومه مثلا خطيره بالنسبه للبعض. صحيح. لا بقول له خليني اتحمل حالي هلا بالنظاره بمساوي ليزك بعدين مثلا لسبب ما. اما بشكل عام استعمال العدسات اللاصقه مع يعني مع العنايه اليوميه مثلا بدها تكون طبعا سائل التنظيف والتعقيم لها، وكل فتره بجيب حبه تنظيف لها، ممكن حبه بروتين، وممكن انا بعد ما اقيم العدسات احط قطره انتيبيوتيك يعني مضاد التهاب خفيف، ودائما رطب سطح القرنيه، وتكون العدسات دائما انه عم دير بالي عليها. اكيد ما في مشكله. صحيح. بس ما بقدر اعطيكي انه كم ساعه، لانه هذا عامل شخصي. في ناس بتحط العدسه 5 دقائق ما بقدر تتحملها بلا يعني فورا. اليوم هيك حكينا مع حضرتك نصائح كثير دكتور، بنتمنى الكل يكون استفاد منها ان كان بمشكلة جفاف العين او حتى بموضوع العدسات اللاصقه مثل ما حكيت، هو موضوع طويل ورح نرجع نحكي عنه بحلقات قادمه. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم. اكيد دكتور جهاد نويلاتي نتشكرك على وجودك معنا، ومثل ما قلت يجب التوجه للطبيب حين الشعور باي مشكله صحيه للعين، لانه هي مثل ما قلنا عضو كثير حساس. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم. اهلا وسهلا. شكرا لك.